روبرت داكي أو البطاطا المطاطية التي صنعها هوفمان سحبتها الرياح واختفت في الصين. أليست بطة ظريفة؟ إنها من صناعة الفنان الهولندي فلورين تيجن هوفمان، إلا أن مصيرها كان مؤسفا وقد فطرت قلوب الكثيرين من سيدني إلى هونغ كونغ وأوسكا. أن الرحلة حول العالم لن تخلو من بعض الحوادث في تايوان، حيث اتسخت البطة وبددتها الرياح وأمست مسكوبة وعلى الأرض. إلا أن هذا الطائر الضخم الذي يبلغ طوله 56 قدم قد حلق عاليا في الصين ولم يعد له أي أثر وكأن شيئا لم يكن. وتقول التقارير بأن البلدة تعرضت لرياح عاتية اختلعت القاعدة الحديدية التي تثبتت بها البطة، ويبلغ وزن القاعدة 10 طن. مستخدمي الإنترنت قلقون على البطة، حيث من المتعارف عن الصينيين بأنهم يأكلون أي شيء. طلبت السلطات أن يتم إعلامهم في حال لاحظ أي أحد جسما غريبا على طول النهر. بكل الأحوال لا داعي للعجلة، فبإمكان أي معمل نصف آلي تايواني أن يؤمن القطع الناقصة.